انضم الينا عبر الهاتف سكرتير الشعبه العامه للمعادن الثمينه والاحجار الكريمه باتحاد الغرف التجاريه الاستاذ نادي نجيب. استاذ نادي اهلا بك، هل هذه الاسباب هي اسباب ارتفاع هذا الارتفاع غير المسبوق ام ان هناك اسبابا اخرى؟ هو الارتفاع الحقيقه ارتفاع ما حصلش كل السنه اللي فاتت والسنه دي، فده اعلى سعر وصل له الذهب عبر سنه 2017 طبعا. وده للارتفاع للسعر الأوقية العالمية، النهاردة بقت $1,354 للأوقية، فده سبب مع انخفاض سعر الدولار ده سبب ارتفاع السعر الذهب المحلي ل 660 جنيه لجرام عيار 21 و 566 جنيه لعيار 18، وده اسعار طبعا يعني عاليه بالنسبه لطول السنه اللي هي 2017 ما حصلش يعني. لكن من ضمن هذه الأسباب التي ذكرت هو تصاعد التوتر بشأن كوريا، إيه علاقة موضوع كوريا بارتفاع سعر الذهب؟ كوريا الحقيقة يعني بتهدد إن في صواريخ عندها ممكن تطلقها وممكن تأثر على حالة السلم اللي هي عبر العالم. طبعا لو أطلقت أي صاروخ من الصواريخ دي طبعا هيبقى الحالة غير آمنة، وطبعا في الحالة دي الناس كلها بتلجأ للذهب كملاذ آمن علشان خاطر يحافظ على مدخراته ويحافظ على القيمة النقدية بتاعة الذهب، يعني القيمة الورقية بيحافظ عليها بالذهب لأنه ملاذ آمن، وطبعا ما بيتأثرش بأسعار العملة الورقية. هل يفهم من هذا يا أستاذ نادي أنه حركة التجارة أو حركة البيع في ارتفاع رغم هذه الأسعار؟ طبعا، لأن طبعا كل اللي بيسمع أن الذهب ارتفع فبيتهافت على أنه يجري ويشتري أكبر كمية من الذهب كملاذ آمن ليه، على اساس ان هو يعني منتظر ان هو يعلى اكتر. يعني هو ده متوقع يا استاذ نادي، متوقع انه يستمر في الارتفاع ام انه الارتفاع ده ارتفاع مرحلي يعقبه انخفاض؟ اذا ما هو لازم هيبقى فيه انخفاض بس مستقبلا، يعني لما الحاله تبتدي حاله اللا سلم دي اللي هي حاله الحرب اللي احنا فيها او حاله اللي هي عدم الاستقرار دي، لما السوق يستقر والدنيا بتستقر بيبتدي ينزل تاني سعر الاوقيه وبيبتدي الناس يعني يبقى ما فيش تهافت على الشراء. شكرا لك استاذ نادي نجيب سكرتير الشعبة العامة للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في الغرف التجارية أو اتحاد الغرف التجارية.